النية في الصيام 200 تكون. عن حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت، وفي رواية من لم يجمع، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والمقصود بتبييت النية إن الإنسان ينوي الصيام، إذا قدر يصوم بكرة ينوي الصيام قبل الفجر الثاني، سواء كان من بالليل العشاء، المهم يكون قبل الفجر شنو يا جماعة الثاني، يعني قبل دخول وقت الصيام. والمقصود بوجوب تبييت النية قبل الفجر الثاني، المقصود به صيام الفرض، زي شنو؟ رمضان، وثاني القضاء، وثاني النذر، وثاني الكفارة. دي كلها من أمثلة الصيام الواجب. ده واجب فيه تبيت النية من قبل دخول اليوم اللي تقدر تصوم فيه. أما رمضان هل تكفي فيه نية واحدة ولا كل يوم لابد تجدد النية من بالليل تنوي؟ قال الشيخ ابن عثيمين: تكفي فيه نية واحدة. وقال الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز: لا تكفي نية واحدة، لازم كل ليلة تبيت النية.